أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوار ورقا هبين نمي أعلن سيدة ميديا وهابين نمي جمعا سوغلي سقوطبا حساسية ينوصو سعودو فضلاً نلاتشوك حوق حساسية أرلوكا الشباب أو شايق الشياب لكا سو سار تي قارحي ما انتا كدعي مقالد مقدشو ورقار أيات بين أي إن رئيس الوزارة محمد حسين روبلي وقرح سكبت بادي دنك كلا إلا إمن كلا محاقيجين إنو رئيس الوزارة روبلي السعودي ماشا أي دورة شدك سعودي إي أقدا سومال لنا هل كاسلو قرحيي أحمد مدوبي إيا سعيد داني أوقبي أهان بجوجيي دورة شوينك قرنك آنكو هرأي أرلوكا الشباب يا شايق تي مسؤولية دقارحي مانتا كدعي إزغويسك عيلقاب تأي مقالة مقدشو كاسي أو جوك تيسن لغا مقليي إن تبادن دقموينك قبلك بنادير وركا صباحي شبابا يالاو الشيغي إن اسمي دامية كتير سنحرا كدا وفوليي قرا حاسب برتلماميد كي سنة او أها أفر بس او سيدي إرغوكا صباحي حرون تا جنرال كاهية او أي مانتا كدعي سي دورشة دا حل لبانا دا كسو جيدا قبلة وقوي لغر قبياشا الشبابا يا شيغتا إن قرا حاسي كدلين لحب نود او كمداهي إرغادي سوحو ليسي حلبانا دا إياشان كميد أهي عيدمدي بوليسك أها أو سارنا كولانيو قلبين إيسي سيدو كلا وحا واركا كسو بحي الشباب لغو شيغي إن خرحاسي أو داوح كسو غاري سدح إبتوان إرغا أه إيا سدح كترسان أسكرتي إلالادو إهد إي بوليسك صوماليا إلا يهد مجرطة عدسي رسمي أي وحقي جسي قسارها أي شيغتي الشباب إن أي غارسيسي إرغادا إيا عيدمدي لسعودي ما داما أي واركا قار شيغيان إن إرغادا قرا حاسي للا بيكسري أي كبد بارين لانكا كلافاينكا عيدانكا بوليسكا صوماليات عد فتاح آذان حسن أو غورسي هو الرئيسي كور بحيي قرا حاسي أيا شيغي إن وحيي لحوغن كسو غارتي داد شعباهي أو حلي غاسي كسوغنا غوبتا أو قرا حكا دعي مالميهي أدن بيا أيا وحا قدها عاصمة دا إيه مقدشة كدعيي فلان لدي كو أه أمانكا سيدا قرحيو إيه ديلا القرشيسان أو كسو آذيا حل الدالكا ودارشا كجيرو ورباهي نذاقار أيا وحا أي تبيين إن رئيس الوزارة محمد حسين روبلي أو قرشيه ساها إنو مانتا هالكاسي غارو سيكستبها أهاتي إرقذي أيا هالكاسي قرح اللغو بابيي لنا عكلا أحمد مدوب إيا سعيد داني أوها كيي دارشا دا قولها شعبك فدرالكا صوماليا مدحوين يا شمام القبلة جدا جبلان إيا بدلان سعيد عبد الله داني إيا أحمد مدوب أيا هكت قليي دورشة دا كراس دا قولها شعبك إيا كسعوت ديغان داسي مامولك جبلان أيي أقدم بيسي إنو قبط دورشة دا كراس دا قولها شعبك إيا مامولكاسي لباتن يتضبدي بشي هوري إيا جنايو سيدو كلا سعيد داني أيا إسنا هكت قليي دورشة دا قولها شعبك وحانا أقدم بيسي لبدي فبرايو مركاس او قار كمداهي كراس كغولها شعب كاللغو دورتي مغالة دقروي عاصمة دمامول كاسي اسكو در كاللبا دمامول قوبلت اي جبلان اي بودلان ايا سو ساري كراس غاريسو إلا صدون ايادو اي ادي منتهي انتاس انك بدن جبي اهام بوحا حكت كجيرو هوليه دورة شدا اي لبا داسي مامول قوبلت وحانا حسيد مدن ان قدقي دورة شدا اي جبلان اي كسوغن يهين مغالة النيروبي اي دل كاسي كينيا حلي لغا سوغيو إني دميستيران دورة شادة دالكا أو لدونيو إن قبي أهام بشان إي لواتنك بشاني لسو قبا قبيو هدي أي أهرين تاسيدي عوايسو مرايكنك عنا قبتين حوغن أيو ساريا مدحذا دالكا إيو كوا مامول قباليدي لدالكا إلا أي هدا سر رسمي أهي اللومو أوغا سبب تكدن بيسو هكاد كاكو يميد دورة شادي أي ودين إيادو أي حسيد مدن تهي إن وقتي لو قبتي إن لغو سو قبا قبيو دورة شادة قلاها شعبك أي كدمان تهي شان إي طوان مالموت سعيد داني أولا فيلايو إنو إسكو سو تاغو حلك مدحتين مدى إيه سوماليا أيي حوغا شيغيان إنو كو مشغول سن يهي أولا للاعك رادين أح سيداس أي إساقا إيا أحمد مدوبي كو إيشيين إن هكاد لقليا دورة شدا سي أي وقتي كو فيلان أهلان مامول قبلادي دا قل مدوك هيرشبه اللي يكوفر قلبات أيا سيد دردر لحكو ودا دورة شدا قلها شعبك إيا غو فولين أيو هشيسكي و قلها ودا تشيغا قرنكا كو غاري مقالة دا مقدشو سيدو كلا قبلد وقوي ايا دردر كو سعوتو ماانتا دورة شديد عيساني خرحيو ايا للا بيكسدي ارقدي دورة نيسي حلبانة عصوب فضلاً دب ودور كيني هوري اي عالان سيدة ميديا حق حساسي الرئيس الوزاري هوري سوماليا قيري او لغا دعاي لعق او كو قرصدي دالك كينيا ايا ايتوبيا ايا كدعاي اسلام ركاسينا وراركي ودن بيا ايا شيغيا رقو اميني ايا قبي اهام بلعقتي او كدعاي قرنك سوماليا اسنا لغا دعاي دالكاسي كينيا
حسن علي خير وزير وزاري هوري سوماليا ايا سفر ان هوري لوسي شاعن كتاغي مغالدة نيروبي ايدل كاسي كينيا وحاونا هالكاسي كسوغن يهي مدة كبادن اسبوعيو سيدا اي علان سيدا ميديا وحقيجيان الو لو كلسون يهي حسن علي خير ايا لعاقا اوكو قرصد ايدل كينيا وحاسي فرصا ميسان وغلا وريغي غنا عصطو اسوغو جرا سومالي ايا كينيان qayre ayaa waxa uu hore uga furtay dalka Kenya ganacsi ujeedadiisu ahayd in lagu dhaco lacagaha laga soo dhaco dalka Soomaaliya ganacsiyadaani ayaa isugu jiray mid dhulal kala duwan lagu iibsaday maqaayado iyo qaar la sheegay in lagu furay ganacsi la xiriira caymiska gawaarida iyo guryaha dalkaasi Kenya lacagtaasi ayaa waxa gacanta ku hayay qareen lagu magacaabo Aadan Daawud iyo shakhsiyaad ehel ah Xasan Cali Qayre lacagta oo lagu qiyaasay inay gaareyso malaayiin dollar ayaa isugu jirtay mid cadaan ah oo tiilay bangiyo kuna qorneyd magacyo kala duwan iyo qaar ganacsi la geliyay oo lagu maalgeliyay dalka Ethiopia iyo Kenya sida calan sida media heshay ayaa sheegaysa lacagahaasi iyo ganacsigaasi ayaa si farsameysan loogu la wareegay Xasan Cali Qayre isaga oo ka walwalsan lacagahaasi laga dhacay Qayre ayuu si degdeg ugu safray dalka Kenya si uu u ceymiyo lacagaha kale ee ku maqan Aadan Daawud iyo ganacsatada kale Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qayre ayaa qabsaday qareeno inkastoo markii dambe uu ka tanaasulay in dacwad uu ku qaado dadka uu ku tuhmayo inay lacagtaasi ka dhaceen sabab la xiriira in uusan isaga cadeyn karin sida ay lacagtaasi ku soo gashay markeedii horeba Qayre ayaa codsaday in odayaasha dhaqanka beelaha dagoodi iyo murusade ay arrintani galaan si ka baxsan sharcigana loo xaliyo wali ma caddo in lacagta laga dhacay Qayre uu heli doono iyo in kale waxa uuna isku dayay in uu shacabka ka qariyo dhibaatada soo wajahday isaga iyo ganacsato ay isku beel yihiin dhanka kale ma jirto dowlad Soomaaliyeed oo la xisaabtamayso Xasan Cali Qayre iyo halka uu lacagta intaa la ka keenay si kastaba ha ahaatee 3 sano iyo bar lacagii uu ka dhacay dalka Soomaaliya ayaa asna looga dhacay dalkaasi Kenya Xasan Cali Qayre ayaa in muddo ah shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Muqdisho 3 sano iyo bar dhibaato xoogan ku hayay waxa uuna mas'uul ka ahaa dhiibistii qalbi dhagax weerarkii Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ciidamo aad u fara badan oo magaalada Muqdisho asiga uu ku lahaa isla markaasina si gooni ah uga amar qaadan jiray xasuuq ba'an u geystay shacabka Soomaaliyeed iyo qabiilada Soomaaliyeed dhinaca kale golaha wadatashiga qaranka oo kulan degdeg ah ka yeeshay kadib xayiraadii Mareykanka Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda maamul goboleedyada dalka oo ku midaysan golaha wadatashiga qaran ayaa xal yeeshay kulan degdeg ah maalin kadib markii Mareykanka uu soo rigay xayiraad la saaray mas'uuliyiinta Soomaaliya kulanka oo ay golaha wadatashiga qaranka ku yeesheen habka fogaan aragga ayaa looga hadlay dhammaystirka howlaha doorashooyinka xaaladda amniga iyo sidii wax looga qaban lahaa abaaraha ka jira dalka sida lagu sheegay qoraalka soo baxay xafiiska Roble faahfaahin intaasi dheer lagama bixin kulanka hase yeeshee waxaa la rumaysan yahay in golaha ay isku dayayaan inay doorashada golaha shacabka dhammeeyaan ka hor 25-ka Febraayo oo ah muddada uu qabtay Mareykanka taasi oo ay naga xigto keliya 15 maalmood xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antonio Blinken ayaa talaadadii ku dhawaaqay soo saarista xayiraado fiisa oo ka dhan ah shakhsiyaadka hadda xilalka ka haya iyo kuwii horey ugu soo qabtay Soomaaliya oo lagu eedeeyay inay mas'uul ka yihiin waxyeelaynta hannaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya si kastaba ha ahaatee Ra'iisul Wasaare Roble iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa ka wada hadlay in arrinta doorashada ay si degdeg ah u dhammaystiraan inta aanan la gaarin 25-ka Febraayo mar haddii muddo koronsi lagu darsado ama 25-ka Febraayo ay dhaafto waxaa hubaal ahay xataa madaxda wadatashiga qaran in gebi ahaanba la saaro xayiraad fiiso amaba in aysan u dhoofi karin dalkaasi Mareykanka dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka